يبرق أبشر مروساتي استئناف دك سانكتيا بس خالي بقت إسكان خل ودايت قرمل تسوكراي نشيو مزدات قبس مورت لاستوام دون دامت كتست عمش سخب إنفرماتياس بلومبرغ ساكو ترت قارو بزدق نمي ترتلبس ساعنت أستانا مساو بريسك متشسد لو ساو باريكوس سا سانكتيا سي بيشف سب زواج ربيز دامت أبيتشس غدوبسا تارس بولي سانكتيا بس غوردي ساولاستان برزولي ساخل زومبز كاردا عمش كردل دب ديسكوسيا بي أوكراني سام خدروم خردج أريستوي ساخلي بوندش شك منسكيك مبز رمتون دعاد ويلوس أوكرانيز دخمر بيز دا فينانسيبا سيرس بلومبرغي تك امبري شواري تصوبشي يبروك ابشير ما روساتي استيني اغمدك سانكتيا بيس ميتور ميت اباك اتي دامت كي تارو مليت مويت صاف دا روساتي دان ارا اندوستريولي بريليانت ابيس امبورتي ساكرزالواس تخيوا دين افتوب غازيس امبورتي ساكرزالواس ارتيت لس غاردا موالي بريودت كي دو اوز دات سخرا فيرميز دامت اباس روساتي دان دا سخوا كوهق نبي دان مكاتري سا اكسپورتو كنترولي سياشي اسوه سانكتيا بيس غوردي ساولاستان برزولي ستويش شامو غبول اكنا مدخونا ايوروپلي اكسپورتي اوري بيستويس مقيدوالبتان كنتراكتبشي شايتانون روساتشي ري اكسپورتيس اكرزالويس بونكتي ამკვირის დასაწყისში ერმაკ მაკფოლის ჯგუფმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს ამუშავებს, კიდევ ერთი ანგარიში გამოაქვეყნა. მაშინ ნათქვამია, რომ 2023 წლის პირველ 10 თვეში დასავლურმა კომპანიებმა რუსეთს მიაწოდეს 2.9 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კომპონენტები. 250-ზე მეტი დასავლური კომპანიის პროდუქცია კი ნაპოვნი იქნა განადგურებული ან უკრაინელების მიერ ხელში ჩაგდებული რუსული იარაღის ნიმუშებში.